يلا، يعطيكم العافية جميعا. حقيقة نحن اليوم الهدف من اللقاء يكون مركز على موضوع النازحين والجهود اللي عم تعملها أو خطة وزارة الصحة للتعامل مع النازحين. ولكن قبل بدي أبدأ طبعا بأول شيء طلب الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. ونحن نبلغ عن الحصيلة اللي اليوم بوزارة الصحة للاعتداءات اللي حدثت اليوم. حتى الساعة من ساعات الصباح الأولى سقط 51 شهيد و223 جريح، هذا اليوم بالضربات المختلفة اللي كانت بالمعيصرة أو بجون أو ببعلبك الهرمل أو بمناطق الجنوب. الموضوع الأساسي هو نحن ما هي الخطة اللي وضعتها وزارة الصحة للنازحين وكيف النازحين بيقدروا يوصلوا لهذه الخدمات. بأول شيء بدي ركز أرجع أذكر بالرقم الخط الساخن اللي عم تعمله وزارة الصحة للنازحين واللي هو 1787، رقم 1787. نحن يعني بلش يجينا عليه اتصالات حتى الساعة، نحن اليوم صرنا مستقبلين عليه 372 اتصال، وساعدنا كثير بمرضى إن كان مرضى غسيل الكلى أو مرضى كذلك في حوامل كان لحتى وجهناهم إلى المستشفيات، وحنعطيكم معلومات أكثر بهذا الموضوع. أول شيء بدي أقول أنه نحن بوزارة الصحة مثل ما عندنا كان غرفة طوارئ الصحة العام اللي هي عم بتدير غرفة العمليات، عم بتدير موضوع الجرحى ونقل الجرحى، هنالك كذلك خلية أزمة للنازحين نحن كنا خططنا لها من البداية وفعلناها بعد موجة النزوح الواسعة الكبيرة اللي صارت في الأيام الماضية. هذه هي تعتمد بشكل عام على موضوع برامج الرعاية الأولية. نحن في وزارة الصحة 310 مراكز رعاية صحية أولية، وهنالك منسقين على الأرض، وهنالك كذلك يعني عيادات نقالة تقريبا كانت في منطقة الجنوب كانوا حوالي 28 أو 29 عيادة، وفي المناطق الأخرى نحن زدنا العيادات النقالة، وإن شاء الله في الأيام القليلة حيكون عنا يعني عيادات جديدة عم تبرم على هالمراكز الإيواء. كل مراكز الإيواء اللي هلأ عم تستقبل النازحين نحن عم نربطها بأقرب مركز رعاية صحية أولية موجود جنبها، ونحن في البيان اللي سوف يصدر عن الوزارة عبر الوكالة الوطنية حيكون في هنالك بين جنب كل مركز إيواء ما هو أقرب مركز رعاية صحية أولية ومع رقم الاتصال بضابط الاتصال اللي موجود في ذلك المركز بحال أي حدا من أهلنا من النازحين بده يتواصل دغري مع المسؤول، فهنالك بيقدر يتواصل بالمنطقة اللي هو فيها مع ضابط الاتصال. نحن أصلا هنالك فرق سوف تأتي إلى مراكز الإيواء، نحن ما عم نقول للناس يروحوا على المراكز الرعاية، نحن حنجي لعندهم لحتى كذلك ناخذ المعلومات نعبي الاستمارات ونشوف هن شو اللي بيحتاجوا لهم. ولكن كذلك نحن بمراكز الإيواء سوف يتم يعني اللي هو برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة سوف يكون له جولات على مراكز الإيواء. ليش؟ لأنه نحن بنعرف أنه لما بيكون في أعداد كبيرة من النازحين بيكون في اقتضاض، هذا بيفتح المجال أمام لا سمح الله بعض الأمراض. نحن شفنا كيف بغزة كان هنالك مشاكل وكان أول مرة بيشوفوا شلل الأطفال من فترة طويلة، فلذلك نحن بهمنا أنه يكون في جولات من الترصد، لا سمح الله أي شيء ممكن يصير نحن نتدخل أو نعطي العلاجات اللازمة. على اللائحة اللي حنصدرها بمراكز الرعاية الأولية اللي حتهتم بالنازحين وأرقام الاتصال بضابط الارتباط اللي هو موجود بهذه المراكز سوف يتم تحديثها يوميا، ونحن كل يوم حتطلع الليستة محدثة بحسب المراكز اللي يعني عم بتساعد بهذا الموضوع لحتى نحن نمكن الناس من الاتصال فيها. وبرجع بذكر انه باي امر يتعلق بالنازحين فيهم يتصلوا على 1787
في هناك يعني كبير عدد كبير من العاملين اللي بياخذوا اتصالاتهم وبيحاولوا يحلوا لهم مشاكلهم. ما هي الاحتياجات وماذا تفعل وزارة الصحة بهذا الموضوع؟ الموضوع الأول هو موضوع المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة. يعني مثلا هنالك مرضى في عند كانوا بيغسلوا بمستشفياتهم، إن كان مثلا نزحوا من منطقة النبطية مستشفى النبطية أو بنت جبال أو تبنين أو غيرها من مناطق الجنوب أو من مناطق البقاع. نحن اليوم مثلا وردنا حوالي 11 مريض اتصلوا علينا، هذا غير المرضى اللي إجوا على المستشفيات، مثلا رفيق الحريري إجا استقبل عدد كبير منهم، ونحن كل مرضى اللي بدهم غسيل كلى عم نحاول نأمنهم بالمستشفيات اللي محل مراكز الإيواء تبعولهم أو محل مهني نزحوا، بحال ما نزحوا لمركز إيواء ممكن يكونوا نزحوا عند قرايبينهم، بس نحن بيتواصلوا معنا لحتى نأمن لهم بأي مستشفى بكفوا يعني غسل الكلى فيها واحتياجاتهم الأخرى. بما يتعلق بمرضى الأمراض السرطانية، هنالك أول شيء المرضى اللي كانوا عم ياخذوا العلاج الشعاعي خاصة بمستشفى النبطية الحكومي، كذلك نحن في عدة برامج أو عدة مستشفيات عم بتتعاون مع وزارة الصحة بهالموضوع، كذلك نحن طلبنا ليستة من مستشفى النبطية عم نتواصل مع المريض، ولكن إذا المريض عنده علاج كذلك في يتواصل معنا ونحن منأمن له ما هو المستشفى اللي بده بحسب منطقة النزوح اللي فيه. مثلا إذا كان في منطقة إقليم الخروب أو منطقة الشوف، نحن في عين وزين هنالك مستشفى عين وزين هنالك مركز للعلاج الشعاعي عم نحولهم لهنيك، وكذلك إذا كان في بيروت في مراكز أخرى وكذا بحسب المنطقة اللي موجود فيها. بحال هو عم بيتابع علاج كيميائي بالسرطان، لأنه في مرضى كانوا بمستشفى تبنين أو بمستشفى النبطية الحكومي، عم نحولهم على مراكزنا بالمستشفيات الحكومية. هنالك عدة مستشفيات حكومية افتتحنا فيها مراكز السرطان وهي عم تستقبل، مثل مثلا بصيدا مستشفى التركي بالإقليم الخروب، نحن عنا مستشفى سبلين في طرابلس، عنا مستشفى أورنج ناسو أو طرابلس، وببيروت عنا المستشفى وعبد الحكومي كذلك، لأنه مستشفى الحريري تقريبا صار يعني القدرة الاستيعابية تاعته صارت يعني وصلت على الأخير. فنحن كذلك هالمرضى، المرضى اللي عندهم كان عم ياخذوا أدوية من الصيدليات اللي في منطقة الجنوب، نحن يا أما نحن عنا أرقامهم عم نتواصل معهم أو فيهم يتواصلوا معنا على رقم 1787 أو على رقم اللي هو للأمراض السرطانية 1214، مجرد ما عم يتواصلوا معنا عم ننقلهم لأقرب صيدلية هني موجودين على أماكن النزوح وعم نأمن لهم إياها. كذلك بما يتعلق بالنساء الحوامل، نحن اليوم اتصلوا علينا 9 نساء كنا أمنا لهم كذلك الاستشفاء، وإذا في أي امرأة يا أما نحن بيتواصلوا معنا أو كذلك عن طريق مراكز الرعاية كذلك نحن منحولهم على المستشفيات الحكومية ومنساعدهم لحتى يحصلوا على الخدمة اللي هن بيحتاجوا لها. فهذا بما يتعلق بالمرضى. الموضوع الثاني هو ما يحتاجه النازحون من الدواء أو ما هو بحكم الدواء مثل الحليب. كذلك نحن وزارة الصحة هلأ عم بتأمن كمية كبيرة من يعني الحليب اللي ممكن إذا كانت المرأة ما عندها رضاعة طبيعية كمان ممكن تساعد بهذا الموضوع، وكذلك بموضوع الأدوية الأمراض المزمنة أو أدوية الأمراض يعني إذا كان الحادة مثل مثلا إذا حدا عنده إسهال أو التهابات، كمان هيدي حتكون تتأمن يا من مراكز الرعاية أو عبر العيادات النقالة ممكن نأمنها للأماكن اللي فيها النازحين. نحن النازحين عم بيتم تسجيلهم وإعطائهم رقم وطني خاص يعني صحي للنازحين، وهذا بيسهل علينا فيما بعد كذلك إذا احتاجوا أي خدمات صحية أخرى في مستشفياتنا بيسهل علينا وصول إليها. في كتير عم يجينا اتصالات انه اذا النازحين احتاجوا انه اي خدمات صحية هل ممكن يروحوا على المستشفيات؟ نعم ممكن يروحوا خاصة المستشفيات الحكومية، نحن عم يتواصلوا معنا اذا كانت الحالة طارئة او الحالة فيها انقاذ حياة، نحن كذلك عاطين اوامرنا للمستشفيات انه يستقبلوا هالحالات ويقدموا الخدمات اللازمة. وعلى كل حال أي مريض بحاجة لاستشفاء كذلك فيه يتواصل معنا على الخط الساخن 1787 ونحن منحاول نساعد. من يقوم بتغطية هذه الحالات؟
نحن إذا كان المريض شو اسمه عنده تغطية، يعني مريض ضمان أو مريض مثلا تعاوني، الجهات الضامنة هي اللي عم بتقوم بالتغطية. إذا ما كان عنده تغطية أكيد وزارة الصحة عم بتقوم بتغطية هدول النازحين. نحن أكيد مع العدد الكبير من النازحين هنالك فرق عم تقوم بعملها بوزارة الصحة. نحن دائما يعني بهذا الموضوع ممكن يكون بأول كم يوم عم بيكون في شوية فوضى، ولكن نحن بسرعة بحسب الفرق اللي عندنا، وخاصة أنه نحن كبرنا الفرق وهلأ كلياتها عم تتعامل، ونحن بسرعة منلاقي الحلول للمرضى اللي عم يتصلوا فينا. برجع بذكر أخيرا بالخط الساخن للنازحين 1787، ونحن بنرجع ندعو بالشفاء العاجل لجرحانا والرحمة لشهدائنا، والله يحمي لبنان. إذا في أي سؤال أنا حاضر. هل في إحصاء عدد اللاجئين؟ نحن في إحصاءات في مراكز الإيواء، في مراكز الإيواء تقريبا العدد صار يمكن قريب على 40,000 أو أكثر شوي، ولكن نحن بدنا نعرف أنه في كتير نازحين اللي هني راحوا مش على مراكز إيواء، في ناس راحوا عند قرابينهم، في ناس استأجروا بيوت، في ناس فلذلك نحن تقديرنا أنه أكيد العدد يعني الناس اللي نزحت هي بمئات الألوف، ولكن قديش تقريبا نحن ناطرين هذا التحديث، حيجي من وزارة الداخلية ومن غرفة إدارة الكوارث اللي برئاسة مجلس الوزراء. يعطيكم العافية.